خلاص رايك ايه ده في كفاية فوز قوي ده. رايك ايه في فوز النادي الاهلي النهارده؟ هو النهارده في ماتشين في السوبر، خلينا نبتدي بالاهلي وسيراميكا. اه طبعا الماتش كان قوي في الحقيقه، فريق سيراميكا فرقه تقيله، الاهلي في البلاس 90 قدر ان هو يجيب هدف بمجهود رائع من امام عاشور. تقييمك للاهلي، تقييمك للكولر في المباراه وللفوز بتاع الاهلي. مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك لمجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني بالكامل. نعم بحييهم على المجهود، المجهود المتتالي في تنوع البطولات والمشاركات المتتاليه يعني. اللعيبه تعبانه، واضح ان في اجهاد، واضح ان في تعب، بالذات الشوط الاولاني من الناحيه الفنيه ما في مجهود مبذول جامد جدا، في طاقه، في ضغط عالي بيتعمل من اللعيبه من الناحيه الفنيه. كولر طالب من اللعيبه اراح طبعا ثلاث اربع عناصر من بدايه المباراه عشان يقدر يعمل بالانس في الفريق، مريح ناس وبيشرك ناس تانيه. اتفاجئنا بناس تانيه جديده في التشكيل، انت عندك اول مره نشوف سوليه يبدا المباراه. دي صور من الهدف. هدف طبعا مجهود. انت مع ان كولر كان يعمل بعض التعديلات في طبعا التشكيل طبعا. بسبب الاجهاد؟ لا احنا نادينا طبعا لازم يغير طبعا، وكان ممكن يغير اكتر من كده كمان في بدايه المباراه، يمكن توصل ثلاث واربع. لا هو عامل ثلاث لعيبه، مغير ثلاث لعيبه، دخل طاهر، دخل كريم فؤاد، ومدخل السوليه، دول اللي دخلوا على الفرقه. تمام تمام. عمل ثلاث تغييرات بس على الفرقه ثابته. ده تاني ماتش او تالت ماتش على التوالي تقريبا، يمكن تغييره واحده اللي اتعملت في الثلاث ماتشات كانت بتاعت هو اكرم كوكا وكوكا بس. بس غير بس كده انت مثبت تشكيل لعيبه طبعا مجدده. النهارده ثلاث تغييرات. علي معلول ومحمد هاني، وعندك ياسر ابراهيم مسك الخلفيه النهارده، عندك عبد سابق المنعم نفس، رجوليا لا ياسر بيثبت كل يوم عن يوم ما شاء الله عليه بصراحه، لعيب ملتزم منضبط، بيعمل ادواره الدفاعيه على اكمل وجه، مقاتل في الملعب، صح، بيلعب كورة للكورة. ده ياسر ابراهيم. فعلا. تاني واحد هو أول واحد المفروض يعني هو إمام عاشور. إمام. أنا عايز بس هو نجم المباراة من وجهة نظري. طبعًا طبعًا، ومش المباراة دي بس، برضه المباراة اللي فاتت في مباراة طبعًا قلنا تذبذب بالمستوى، ده طبيعي جدًا، بس كانت حالة الفرقة ككل خلي بالك. أيوه في الفترة اللي قبل كأس عالم. ده طبيعي جدًا، وكان إمام لسه بيندمج. كان إمام لسه شخصية النادي ما الأهلي، دخلش طباع الأجواء النادي أوي. الأهلي، تدريبات النادي الأهلي ده مهم جدًا. دي تدريبات الأهلي مختلفة؟ طبعًا. كولر الانضباط في التدريبات، الانضباط في التدريبات، التدريبات كلها لازم تتمرنها. انا تمام. بكلمك في تفاصيل من جوه، حضرتك هتنضبط يبقى لازم تتمرن كل التمارين، مفيش حاجه اسمها ما تمرنش، مفيش حاجه اسمها تقول لي مدرب الاحمال اصلي مش هجري اربع، طب لو ست لفات هجري ثلاثه بس. انا بجيب لك من الاخر، ففي انضباط حصل، في التزام في التمارين، مفيش حاجه اسمها ريح اصلي مش عارف ايه خليهم واحده اتنين، لا فحصل ده. ففي امام عاشور كل الخطوره النهارده كلها ثرو باص من امام، صح، كل الخطوره والكرات الخطره كان فايق بصراحه، فايق وعنده رؤيه، عنده موهبه، عنده قدرات بتطلع، عنده روح عاليه قوي في انت الملعب بتتكلم في بصراحه. لعيب الدقيقه كام كانت الهجمه الاخيره دي في دقيقه 92 تقريبا، حاجه 94 او 94، عامل دريبلينج من وسط ملعب الخصم، صح، معدي واحد ضد واحد والتاني. بمهاره، شايل الكره بمهاره، بمقاومه في الدقيقه 92، قوه ومقاومه، أيوة، بالمجهود اللي عامله في الفتره اللي فاتت في كلها في 10 السعوديه في ايام كاس العالم للانديه، وترجع تاني بالمجهود ده. خلي بالك انا زعلان ان امام رجع مصر، النوايات دي من اوروبا. طبعا لما كان في ميتلند. طبعا انا زعلان عليه. لا والله، والله شايف ان هو نفسي كان الافضل يكمل. انا نفسي المواهب دي تخرج بره، صح. ليه رجعت؟ عندك قدرات خلي بالك، ده لو اشتغل كمان، وانضباط والتزام وتطوير اداء. ليه رجع؟ لان المدرب اتغير فما كانش مقتنع بيه. لا مدرب ايه اللي اتغير؟ هو أيوة. رجع كان مصاب، رجع ما رضيش يروح تاني، قال لك انا مش عايز اروح. لا مش احنا سمعنا ان مش الاقاويل اللي هو كان المدرب اتغير في الحقيقه، اللي حصل برضو. مدرب اتغير، لكن حتى لو المدرب اتغير لازم يكون فيه اصرار ومصابره. لا ما اقتنعش بيه دي، ما هو ماشي بس من الاجازه وبعدين ما اللي احنا عارفينه ان المدرب اتغير ما اقتنعش بيه، بس الاداره ما كانتش عايزه تسيبه. غريبه جدا. ايوه انا بقول لك على اللي هي دي اللي بقولها لك بقى، هو بس. لما راح خلي بالك واضح ان هو ما اقتنعش بيه. ليه؟ واضح ان هو عنده قصور، قصور في التدريبات. خلي بالك ان هو التدريبات هناك انت بتتمرن 8 ساعات متواصله. طب بس انت بتقول مجهود امام عاشور في الدقيقه 94 طبعا، وقوه امام عاشور، لكن هنا غير بره، ما تاقلمش بره، مش اي حد بيتاقلم بره، لان في ناس ليه؟ كتيره هنا لا بتلعب تبقى كويسه جدا والله فنيا، لعيبه اقل. طب ما هو دلوقتي مش منضبط امام؟ اه لا ما هو عشان كده فارق، ما انضبطش ليه هناك؟ طب ما هو يحاسب نفسه بقى. طيب أقول لك على يبقى هي مش انضباط، هو اللي يحاسب نفسه مش احنا. امام اصلا مش دماغه الاحتراف،
طيب انا عارف عشان كده رجع كده كل لاعب عرفت بقى انا بقول لك ليه ماشي. عرفت هو رجع ليه عشان هو مش قادر هي دي اللي ناقصه عقليته مش جايباه ازاي يحترف بره لكن هو يستحق ان هو لازم يبقى متواجد بره في اوروبا ده امام عاشور اللي بنتكلم عنه ماشي. طبعا حته ثانيه برضو طاهر مع طاهر النهارده اداؤه احنا طالبنا اكتر من مره انا كان رايي طاهر يبقى وينجر اكتر وبيرسي تاو يبقى عنده الملكه اكتر بس واضح برضو ان بيرسي تاو عنده مجهود بس عمل ماتش والله حلو عمل اكتف ده طاهر ولا بيرسي تاو لا بيرسي تاو لا بيرسي تاو بيحاول يجتهد في الاماكن هو مجهد جدا طبعا بيرسي تاو ذلك عمل ماتش حلو عمل شغله وخلاص الراجل ونزل مكانه حسين الشحات عندك نبيل كوكا والسولية عندهم اتزان وبالانس في نص الملعب جيدين السولية ماشي مع رتم الماتش مليع لك كوكا ممتاز جيت. ممتاز كمان طبعا فوق الممتاز عندنا هاني اداؤه جيد جدا النهارده قوي ممتاز عنده النواحي الهجوميه اشتغل عليها الدفاعيه كان واقف كويس انا كلمتك تعرف انا عاجبني مين مين مصطفى شوبير لا مصطفى شخصيه مصطفى لعب معايا ما اختبرش بكور جامده شخصيه مصطفى انا كان شخصيه مصطفى في الملعب مصطفى وطريقته الفوت ورك بتاعه ممتاز بيلعب برجله حلو قوي مصطفى كان بيلعب معايا كذا ماتش لما كنت ماسك فريق الشباب السنه اللي فاتت لعب معايا كذا ماتش مصطفى من احسن الجوان الحراس المرمى اللي بتلعب برجليها ممتاز جدا هي بس كان في نقطه يعني خلينا نرجع للحته الفنيه شويه حته سيراميكا هو ليه المدير الفني حاجي لك فيها